ايه بقى الفكرة يا سعيد؟ قولي. ماشي تعالي اقولك. ماشي. الله يا سعيد، فكرة حلوة قوي. بس في حاجة يا سعيد. ايه يا ليلي، في ايه؟ لازم نستأذن ماما وبابا الاول. مش هيقولوا حاجة يعني يا ليلي؟ لا، لازم نستأذنهم الاول. طيب ماشي، يلا بينا. يلا. ماما وبابا، انتوا ليه ما لمتوش حاجة العيد ميلاد؟ عشان هو لسه مخلصش يا حبيبتي يا ليلي، ممكن نكمل 7 ايام او 3 ايام كمان. ماشي ماشي، قولي لها يا ليلي على الموضوع، قولي لها. طيب استنى استنى ماما، كنت عايزه اكلمك في موضوع. قولي يا ليلي. وانا برضو عايزه تكلميني في موضوع، ولا انا كيس بطاطا؟ لا لا لا، الموضوع ده كنت الاثنين. انا وسعيد عايزين نجيب مسدسات. يا نهار ابيض، عايزين تكونوا مجرمين؟ لا مرضاش طبعا، لا مستحيل. اسمع للاخر يا بابا وبعد كده اتكلم. رشاشات مية يا بابا. مسدسات مية، فهمت فهمت. يعني بدل الطلق مية، صح؟ ايوة يا بابا ايوة. انا موافق. وانا كمان موافقة. طيب سعيد، بص، المحلات ما فيهاش رشاشات مية خالص. طب هنجيب منين؟ احنا هنروح البسين، هنسرق الرشاشات المية من هناك، وهنلعب بيهم تحت في الشارع. طب ليه ما نروحش البسين ونلعب برشاشات المية في البسين؟ هيكون احلى. لا، المية ممكن تغدر بينا، لكن الارض مش هتغدر بينا. انا مش فاهمك، بس ماشي مش مشكلة. يلا. طب ممكن سؤال؟ اسألي يا ماما. انتوا ليه اصلا هتعملوا كل ده؟ عشان يا ماما الجو حار جدا زي ما انت شايفة كده. طيب ماشي، بصوا، انتوا روحوا خدوا رشاشات المية من غير ما حد يشوفكم، ما تسرقوهاش. ماشي. احنا هناخدها من غير ما حدش يشوفنا يعني. شطورة يا ليلي، يلا روحي. ماشي. يلا يا ليلي عشان ننزل. يلا. انا هدخل الحمام. ادينا وصلنا يا ليلي، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتلاقي مسدسات المية هناك على الشط. شط ايه؟ واحنا في بحر؟ مش عارفة، شط البسين يعني، انت فاهمني. ايوه فاهمك فاهمك، بس غريبة يعني، بتاعت التذاكر مش موجودة. كويس كويس، اهي الرشاشات هناك يا ليلي اهي. طيب استنى انا هاخدها، بس في واحد في المية، نعمل ايه؟ مش عارف، انا هنزل اجيبه. متأكد انت بتعرف تعوم اصلا؟ لا ما بعرفش، بس صديقي الصدوق هو اللي هينزل يجيبه، صح؟ يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل. ازاي يعني عروسة هتجيبه؟ مستحيل. اسكتي يا ليلي، العروسة تقدر. يلا يا دمية، 1 2 3 هوب. يا عيني يا ليل. ايوه سعيد، صح يا سعيد، عملت صح، العروس خلاص قربت على المسدس. شفتي بقى ان انا جامد؟ يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل. شفتي بقى ان العروسه جابت المسدس؟ ايوه يا سعيد، انت طلع معاك حق. يلا خد ده وانا هاخد ده. ماشي. يلا بقى نروح بدل ما ارشك بالميه. اسكتي يا ليلي، ما تقدريش اهو. هرشك انا كمان. انا هسيب الطاقيه دي هنا عشان مش عاجباني. طيب يلا نروح. يلا. جيتوا يا ولاد؟ ايوه يا بابا، احنا خلاص جينا اهو، وجبنا رشاشات الميه، وكمان الدميه ساعدتني عشان اجيب المسدس. بدل ما تقول عليها دميه، ايه رايك يا سعيد تسميها اسم؟ ايوه يا سعيد، صح، كلام باباك صح. انتوا معاكوا حق، انا هسمي الدميه سعدون.
ساعدون 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 ساعدون. لا لا لا، اسم سعدون مش حلو، خلاص هسميه حمود. حمود 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 حبيبي، حمود حمود حبيبي، حمود حبيبي، حمود حمود حبيبي، حمود 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 حمود. ايوه يا سعيد، اسم حمود جميل جدا. شكرا يا ماما. ليلي انا جاتلي فكره. ايه الفكره يا سعيد؟ احنا نلبس ملابس رياضيه عشان نكون فينا روح الرياضه. ماشي معاك حق، انا داخله البس لبس رياضي وهيليق على المسدس بتاعي. وانا كمان انا خلاص لبست وجهزت نفسي ومستعده للحرب العالميه الرابعه والـ15,000. وانا كمان جهزت نفسي ولابس معدات قويه جدا وهتحميني من الميه. ايه ده، ايه النضاره اللي انت لابسها على راسك دي يا سعيد؟ دي نضارة مخلياني في عالم تاني، يعني انا شايف حاجات تانية قدامي اصلا. الله يا سعيد، النضارة دي جميلة جدا، هبقى اجربها منك بعد ما تلعب بالمية. ماشي يا ماما، يلا يا ليلي عشان هتبدأ الحرب وانا اكيد اللي هكسب وانتي هتتهزمي. انا اللي هكسب اكيد يا سعيد، اسكت بس. طيب هنشوف، يلا بس عشان نبدأ الحرب تحت. يلا يا ليلي انا هكسبك وهو برش عليكي. انا هرش عليك يا سعيد. لا ما جاتش فيا، مش هتيجي فيا. سعيد انت اكيد بتغش. بغش ازاي يعني يا ليلي؟ ما بغشش على فكره، خدي دي. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فهموني. احنا بنلعب برشاشات الميه. وجبتوها من فين دي اصلا؟ مش بتتباع هنا خالص. احنا اخدناها من غير لما حد يشوفنا من على البسين. يعني سرقتوها؟ لا تفرق يا مدام، احنا في فرق ما بين ان احنا نسرقها او ناخدها من غير ما حد يشوفنا. على فكره هي هي، بطلوا هبل بقى. حرام عليك، انت بتظلمينا، احنا ما سرقناش حاجه. وبعدين ما فيش حد بيلعب رشاشات الميه هنا كده في الشارع، ايه الهبل ده يا عمو؟ في ايه يا عمو، الجو حر. بص هديك رشه كده هتدعي لي والله. اهو اهو. انت هبل ولا هبل؟ انت غرقتلي لبس الشغل، ايه ده؟ يلا انت وهي عشان هنروح نقول لمامتكم وباباكم عن اللي انتوا بتعملوه. ماشي هنيجي معاكم. يلا زياد، في حد بيخبط، قوم افتح الباب. لا افتح انت يا مايا، انا مش قادر اقوم. ما انت قمت اهو، وانت كمان قمتي. يو بقى يا زياد، بقى انت كسول جدا، انا هفتح الباب. ايه ده ايه ده، في ايه في ايه؟ ولادكم يا اساتذه كانوا تحت عمالين يلعبوا برشاشات الميه وعمالين يرشوا على بعض ميه، وكمان رشوا عليه ميه. ايوه رشوا عليا ميه، ينفع كده؟ وايه يعني ان هما بيلعبوا برشاشات الميه؟ ما الجو حر وهم اطفال، يعني انتوا مالكم متضايقين ليه؟ ولا احنا كل حاجه بنعملها بتبسطنا بتضايقكم انتوا؟ انا مش فاهمه ايه الجيران الغراب دول. ايوه انا مش عارف انتوا ليه متضايقين، يعني خلوهم يلعبوا برشاشات الميه شويه براحتهم. لا يلعبوا بقى في البيت وما يوجعوش دماغنا، احنا ملناش دعوه. احنا في ايه يا ست انت؟ احنا كل ما بنعمل حاجه بتضايقكم، ده ايه ده؟ عشان بتضايقنا عشان انتوا عيله مجنونه وبتعملوا حاجات مجنونه زيكم. ايوه فعلا عيله مجنونه وهبل. يا ربي بقى كل شويه تفضلوا تغلطوا فينا كده واحنا ما بنغلطش فيكم. انتوا بتضايقونا وبتزعجونا. خلاص طالما انتوا مزعوجين قوي كده امشوا من العماره هنا وريحونا. وبعدين هما كانوا بيلعبوا في الشارع، ما كانوش بيلعبوا في بيتكم. يعني انتوا مالكم متضايقين ليه؟ والشارع ده المفروض ان انتوا بتمشوا فيه شويه وبعد كده بتمشوا، يعني مش بتفضلوا واقفين على الشارع، يعني مش بتعملوا فيه حاجه. ايوه كلامك صح يا مايا، ما تخلوا العيال تلعب شويه وتنبسط، يعني الشارع مش بتاعكم اصلا. ولا الشارع بتاعكم على فكره. انزل يا سعيد انت وليلي والعبوا براحتكم يا ولاد، وما ملكوش دعوه بحد، ولو حد كلمكم ما تردوش عليه، واعملوا ان انتم مش سامعينهم، مفهوم؟ حاضر يا بابا. يلا يا ليلي عشان ننزل. يلا يا سعيد. ده ايه ده يعني؟ مش احنا قلنا لكم بلاش تخلوهم يلعبوا في الشارع؟ واحنا نسمع كلمتكم ليه يعني؟ هو انتوا ابونا ولا امنا؟ على فكره احنا بننصحكم، يعني ماشي بتنصحونا
واحنا ما مشيناش بالنصيحه، مالكم متضايقين ليه؟ ايوه، وكمان امشوا يلا عشان تقولوا علينا هبل ومجانين. كويس، اصل مفيش مجانين غيركم. اسكتي خالص انتي، مفهوم؟ بدل ما اجي دلوقتي وهديكي على وشك. اسكتي خالص انتي، عشان دلوقتي هقطع لك شعرك وهحط مكان المساحه وامسح بيه الشقه كلها. يلا يا جهان نمشي من هنا، دول عيال هبله اصلا مش عايزين نقعد في بيتهم تاني. وما تسمعيش ليهم، احنا مش هنفضل نرد على بعض. ايوه معاك حق، يلا نمشي. ايه ده، عيله مجنونه؟ والله مفيش مجانين غيركم. خلاص يا ماي هدي نفسك، هما كده كده ماشيين اصلا. يلا امشوا يلا. احنا ماشيين على فكره من غير لما تقولوا لنا. يلا يا جهان يلا. ايه ده، الجيران دول مزعجين جدا بجد، انا زهقت منهم. ايوه معاك حق والله يا زياد. يلا يا سعيد عشان نلعب. انت ما جبتش حمود معاك ولا ايه؟ لا حمود مش موجود، حمود فوق في الشقه. طيب ماشي مفيش مشكله، خلينا دلوقتي نلعب وهنشوف مين اللي هيكسب وهنشوف مين اللي هيتغرق اكتر. ماشي، انت اللي هتتغرقي اكتر وانا هغلبك. خدي دي، خدي. ماشي اصبر بس يا سعيد، اهو انا هرش عليك. بس على فكره يا ليلى انا مش شايفك وبرش في اي حته وخلاص. ايه ده، ازاي يا سعيد؟ عشان انا شايف مكان تاني، عالم خيالي. خلينا نجرب يا سعيد النضاره بتاعتك دي. ماشي. ها ايه رايك يا ليلى؟ الله ايه العالم ده، العالم ده جميل. هاتي يلا يا ليلى بقى عشان انا عايزه البسه شويه. لا انت لبسته كتير، انا هفضل لابساه. لا هاخده منك يا ليلي. لا يا سعيد سيبني شويه، لابسه يا سعيد، عايز اشوف العالم، بقيت العالم عايز استكشف العالم، المكان جميل. ليلي ده بتاعي يا ليلي، ادهوني. لا يا سعيد اصبر، اصبر بس يا سعيد اصبر، والله هاخده غصب عنك. هاتي. ليه يا سعيد كده، كنت عايز اجرب بقيه الحاجات. اسكتي خالص يا ليلي، دي نظارتي انا، كنت تجيبي لك واحده زيها. انا ما كنتش اعرف اللي هي بتعمل كده. هات البتاع بتاعتي. خدي، اصلا مش عاوزها. احسن يلا دلوقتي نبدا الحرب. يلا هرش عليك، هرش عليك، اهو رشيت عليك. سعيد ده في ايه؟ سعيد في ايه؟ سعيد ايه اللي حصل لك؟ خلاص انا هرش عليك ميه عشان تفوق، اهو يلا رش عليك، اهو رش عليك، يلا فوق يا سعيد فوق. رشيت عليك ميه انت زدت اكتر، هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه حاجه. يا ربي اعمل ايه، هرش عليه ميه تاني. يا ربي سعيد انت بتعمل زي ان احنا كده ليه، هو ايه اللي حصل؟ سعيد اهدى، انا هرش عليك ميه تاني، اهو يلا رش رش. يا سعيد بقى اللي بيحصل ده، ماما بابا تعالوا تعالوا. في ايه يا ليلي، في ايه؟ احنا سمعنا صوتكم من البلكونه، عمالين تنادوا، في ايه؟ ايه اللي حصل له يا ليلي، انا مش فاهم حاجه. مش عارفه يا بابا. شايف يا بابا اللي بيحصل له ايه؟ ده من ايه ده، انا مش عارف. ليلي ثانيه، ايه يا ماما؟ هو الدكتور اللي سايب نفسه على راسه ده كهربا؟ ايوه يا ماما، انت جبتي عليه ميه يا ليلي. ايوه يا ماما جبتي عليه ميه.
ربي طب نعمل ايه؟ يلا انا هوديه عند الدكتور، بس انا مش عارف ازاي هشيله، لو مسكته هيكهربني. خلاص هنحطه في اي صندوق. ماشي ماشي. جبتي صندوق يا ليلي ولا لسه؟ يا ماما انا لقيت حاجه تانية احسن بكتير. لقيتي ماما مقشه، ممكن نزق بيها سعيد عشان ده خشب. ايوه صح، الخشب مش بيوصل الكهرباء. برافو عليكي يا ليلي، برافو. دي الحاجه الوحيده يا ماما اللي انا حفظتها في ماده العلوم، الباقي مش حفظاه. اديكي نفعتينا اهو يا ليلي. بس انت يا سعيد انت يا رب سعيد يكون كويس، ان شاء الله هيكون كويس. يا دكتور اوعى تلمسه عشان هو متكهرب واحنا مش عارفين نعمل له ايه. طيب هات المقشه اللي في ايدك دي. اتفضل. انا هشيل البتاع اللي على راسه دي بالمقشه. اهو شلتها. بس لسه الكهرباء ماسكه فيه يا دكتور. طب استنى انا هكشف عليه. ايه الاخبار يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ هو خلاص الكهرباء مشيت منه، بس هو عقله اتحرق. يعني ايه عقله اتحرق؟ مش فاهم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه عقله اتغير 360 درجه؟ اتحرق، حصل له حاجه غريبه كده، مش فاهم يعني ايه. طب انا هدخل اشوف. اتفضلي، هتلاقي تصرفاته غريبه جدا. طب انا داخله. ماما انا هاجي معاكي، وانا كمان جاي. طيب ماشي.